انظروا يا إخوة إلى هذا الكفر الأشعري، كيف أراد أن يستهزئ بأسماء الله وصفاته ويستهزئ بعقيدة أهل السنة والجماعة، فرددت عليه رد سحق ما حق، والحمد لله جعلته أضحوكا. قال: أقدم لكم نفسي، أنا اسمي الشيخ عبد الساق، عبد اليد، عبد الإصبع، التلف الأثري، فهي صفات كالسميع والبصير. فماذا قلت له؟ إذن يجب على من اسمه عبد البصير أي أن يغير اسمه إلى عبد البصر حسب حماقتك وسذاجتك يا أشعري. هو أراد أن يستهزئ يعني، لأن يعني قال يعني عبد الساق عبد اليد مثل عبد السميع عبد البصير، فقلت له يعني لا، حسب حماقتك ومنطقك أنت فيجب أن يغير اسمه، ليس عبد البصير بل عبد البصر، عبد السمع، عبد الخلق، عبد الحياة، عبد الوجود، عبد يا كل صفات الله. فهذا ماذا قال لي؟ هل سمعت بالجاموسة؟ هي تفهم أكثر منك. فقلت له: صدقت، الجواميس تعرف بعضها، يعني بما هو يعرف أنا جاموسة تعرف أكثر مني، أنا لأنه جاموسة مثلها. فالحمد لله الرد الأول كان ساحق ماحق، والرد الثاني على حماقته كان أقوى وأفضل منه، الحمد لله على كل حال. هؤلاء يعني وناس والله يعظيم، لا والله شغلهم الشغل هو الاستهزاء بأسماء الله وصفاته، وليس يعني تنزيه الله.